أكدت سيدارة المرور أن استقبال متقدمين في مدارس تعليم القيادة لن يتم دون وجود موعد إلكتروني مسبق. ذكر المرور في تغريدة عبر حسابه في تويتر أنه لما تم الإعلان عنه سابقا عن عودة العمل في مدارس تعليم القيادة فإنه لن يتم دون وجود موعد إلكتروني مسبق، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.